أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أو يسأل عن تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد. زيارة المقابر من أجل السلام على الأموات المسلمين والدعاء لهم، من أجل الاعتبار والاتعاظ، هذا مشروع، ولكن ليس له يوم محدد. تزور المقابر متى ما تيسر لك في أي يوم، تخصيص يوم العيد أو تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور هذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، ولم يخصص يوما للزيارة. أي يوم تيسر لك فإنك تزور القبور، يوم العيد أو غير يوم العيد أو يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، كل الأيام سواء.